صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم كما عودناكم من الجوار المقدس للإمامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه، ومع حلقة جديدة من برنامجنا خير الكلام. في هذه الحلقة كما عودناكم عدد من الفقرات اللي استحدثناها للبرنامج واللي تصب في خدمة المجتمع تأميلا للتهيئة لظهور المقدس. نحاول دائما أن يكون غايتنا وهدفنا هو التمهيد للظهور المقدس، نمهد أنفسنا أولا ثم نبلغ بما جاء عن أئمة الهدى عليهم صلوات ربي وسلامه عما جاء في كتاب الله. فخير الكلام هو الكلام النابع من فكر أهل البيت، من كلام أهل البيت، من تراثهم، من سيرتهم، من أخلاقهم، ومن كلام الله عز وجل. ونحن إذ نتقدم وإياكم في هذه الحلقة من الجوار المقدس للإمامين الكاظمين سلام الله عليهما، نسأل الله بحقهما وجاههما عنده أن يمن علينا وعليكم بقضاء حوائجنا، ولا سيما ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المبارك، وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه وخالصة أوليائه. مساكم الله بالخير والعافية يا أسهر. مساء الخير والعافية عليك زميلتي ابتهاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على آل ياسين، السلام على نور الله المتألق وضياءه المشرق، والعلم النور في تخياء الديجور، الغائب المستور حجة الله في الأرض، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبما أنه نحن هنا من أرض الكاظمين عليهما أفضل الصلاة والسلام، جنة الله في الأرضين، لابد أنه بعد صلواتنا، وكنا قبل قليل قد صلينا صلاتي المغرب والعشاء، لابد أنه ما تخلو دعواتنا للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نقول اللهم وليك الحجة فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وامدد له في عمره واجعله القائم بأمرك المنتصر لدينك، وأره ما يحب وتقر به عينه في نفسه وفي ذريته وأهله وماله وفي شيعته وفي عدوه، وأرهم منه ما يحذرون، وأره فيهم ما يحب وتقر به عينه، واشف به صدورنا وصدور قوم المؤمنين إله الحق آمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ويعني إن شاء الله حلقتنا ستكون على مدى الساعة من الوقت. بودي أن أشكر في البدء زميلتي ابتهاج كل متابعينا، كل معلقينا، كل من يفقد بعض الفقرات في برنامج خير الكلام، وأنا أشكرهم كونهم أنهم ينتقون برنامج خير الكلام، يتابعون ما ينقل من تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ظل أمواج الفتن اللي يتعون بينا بمختلف القنوات الفضائية. وأيضا أكثروا من الدعاء لنا حتى نستطيع أن ننقل ما ورثنا من محمد وآل محمد من أجل خدمة الناس أجمع إن شاء الله. تابعونا مشاهدينا الكرام ونتابع معكم استعراض فقراتنا أنا وزميلتي ابتهاج، وإن شاء الله لنعود معكم من جديد. نبدأ برنامج خير الكلام بفقرتنا الأولى رحيق العارفين، ومع درر آل بيت العصمة وحديثهم المصفى والمنقى. هنالك وصايا وردت عن أهل بيت النبي عليهم السلام تضفي على الإنسان من الإيمان والروحانية وقوة الشخصية ما يكون سببا في عزته، نذكركم منها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرتنا الثانية والتي تحمل عنوان أوقات مستفرقة، حيث نتعلم الطرق الصحيحة والسليمة لإشغال الوقت بصورة إيجابية والاستفادة من أوقات الفراغ مع عماد الفهد. اللي ما تضيف قيمة لهذا الوقت، لذلك احنا نتحدث اليوم عن شيء أوسع من موضوع القيمة، وإنما القيمة المضافة أنه أنت يجب أن تضيف قيمة مضافة لهذا الوقت وهذا الزمن. وإلى فقرتنا الثالثة في قافلة الممهدين، والتي تحمل في طياتها التنوع الذي يصب في معرفة ومحبة صاحب الزمان
وطرق الاستغاثة به. متكلا على الله مستغيثا بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الآن هذه الاستغاثة ما هي شرائطها؟ ما هي مقوماتها؟ مر الإنسان غرقان. وفقرتنا الآتية تأتي بعنوان تحدث، وقد اخترنا من خلالها موضوع وسائل التواصل والاستخدام الواعي. بعدها نكون وإياكم مع ضيف البرنامج الذي سنتحاور معه ونصل وإياكم إلى حل أو فكرة وتحليل أو استفسار، وهو ينضم إلينا من مدينة النجف الأشرف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وقد شاهدنا وإياكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم. نسأل الله أن نوفق في عرضها لكم وأن تكون فقرات مفيدة إن شاء الله. طبعا هذه الفقرات كما وضحت زميلتي، إحنا حريصين على أن نقدم الأفضل دائما، وما يصب في خدمة المجتمع وما يبلغ عن آل بيت العصمة عليهم صلوات ربي وسلامه، وبهم تستقيم الحياة بطاعتهم بإمامتهم باتباعهم بالتأسي بهم. فكيف ونحن نقدم بهذه الأوقات المباركة ضمن هذا البرنامج ونحن محاسبون على كل دقيقة تمضي في هذا البرنامج وفي جميع برامجنا في أن نقدم ما هو خير لهذه الأمة، ما هو يحمل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة لله والدليل عليه. نحن كيف نقوم بهذا الأمر إن لم نتخذ آل البيت سلام الله عليهم كوسيلة للوصول إلى الله عز وجل، فمن خلالهم نتعرف من خلال علومهم كيف نوحد الله، من خلالهم نتعرف كيف نتعبد إلى الله عز وجل، كيف نطيع الله عز وجل، ومن خلال سيرتهم نتأسى بالأخلاق وبالكلام بالفعل بجميع حياتنا. يعني لا يكون الأمر مقصور فقط على العبادة فقط، إنما حياتنا الاجتماعية مبنية أساسها ونجاحها باتباع آل البيت، بالتأسي بهم، بطاعتهم. فمن لم يطعهم في شيء لم يطع الله في شيء، ومن لم يطع الله عز وجل خسر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ونحن حريصون في هذا البرنامج أن يكون عدد من الفقرات تصب في كل مضمار من مضمار الحياة، الاجتماعي، العلمي، النفسي، التربية، الأخلاق، وكذلك ننوع في المواضيع. أحسنتي، وذكرتي أنه بما أنه القرآن والعترة هم ملازمان، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نلتزم بها وتمس حياتنا بجميع مفاصل يعني أمورنا. إذا قلت لم يبق لي أمل فيجيبك القرآن، لا تقنطوا من رحمة الله، وإن قلت كيف لأحلامي أن تتحقق، فيقول الله عز وجل في كتابه الحكيم ادعوني أستجب لكم، إن قلت أنا في شدة أجابك القرآن إن مع العسر يسرا، إن قلت أنا في ضيق من عيشي أجابك القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا قلت إني أتألم فيقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وإن قلت لا أحد يعلم ما يثقل قلبي فيجيبك القرآن إن الله يحول بين المرء وقلبه، وإن قلت ليس عندي أحد يجيبك القرآن هو معكم أينما كنتم، وإن قلت لا تنساني يا رب أجابك القرآن فاذكروني أذكركم. إذن للقرآن فيه الكثير من الإجابات لمن يريد أن يتخذ من القرآن والعترة منهجا في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين لله ومن المتمسكين بعترته ما حيينا بمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسنت يا أزهار بما قدمت من كلمات، هذه كلمات روحانية يحتاجها الإنسان، ويحتاج العودة دائما إلى كتاب الله والعودة إلى الله تكسبنا الشخصية القوية المستقيمة. لمزيد من الفائدة عبر هذا الحديث الروحاني مع رحيق العارفين والأستاذ علي نجم الكناني، فإليكم هذه الانتقالة.
تحية طيبة لكم منا مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في فقرة رحيق العارفين، والتي نأخذكم من خلالها إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل الأعمال. مشاهدينا، هنالك وصايا وردت عن أهل بيت النبي عليهم السلام تضفي على الإنسان من الإيمان والروحانية وقوة الشخصية ما يكون سببا في عزته، نذكركم منها ما ورد في أهمية التهجد. جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه الحاجة، فأفرط في الشكاية حتى كاد يشكو الجوع، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا، أتصلي بالليل؟ فقال الرجل: نعم. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار، إن الله تبارك وتعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار. نعم مشاهدينا، دائما يحتاج الإنسان أن يتهجد مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وترى الناس الكل نائم وأنت تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، تيقن بأنه يسمعك ويراك في كل الحركات والسكنات. انتهت فقرة رحيق العارفين، هذه عودة إلى استوديو خير الكلام. حياكم الله مشاهدين الكرام، شكر موصول للزميل علي الكناني على هذه الومضة السريعة ولكن بها رسالة يعني حقيقة جدا نافعة. النافلة هي وسيلة الاتصال بين العبد المؤمن وبين ربه، يعيش معها العبد المؤمن أجمل اللحظات وهو يناجي رب العالمين. هناك حديث عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال الله تعالى: ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يقصد بهنا الصلوات المستحبة أو النوافل، وإنه يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أنت تتحبب إلى الله عز وجل بالنوافل، الله عز وجل يحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. إذن الله سبحانه وتعالى راح يكون حسبك في كل شيء إذا أنت أحببت الله ورميت أمورك على الله عز وجل. فهذا الشخص لما سأل الإمام يقول له: أنت صلي صلاة الليل؟ قال له: نعم مولاي. قال له: إذا أنت كنت تصلي صلاة الليل، الله سبحانه وتعالى راح يقدم لك رزقك. وهذا أيضا الحديث مطابق لهذا الكلام، إذا أنت تحب رب العالمين وتحب تناجيه بصلوات هي مو واجبة عليك لكن أنت تسويها حبا لله عز وجل. هذا يذكرني الحديث بسيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها، لمن كانت في واقعة الطف، وكنا نعرف شنو المصايب اللي مرت على مولاتي زينب، ورغم كل هذا هي ما اعترضت على حكم الله، بل حبا لله عز وجل قامت أيضا بالفرائض وبالمستحبات عن جلوس. فإذا هي بهذا الأمر، كذلك قولها: إذ كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، وما رأيت إلا جميلة. كل هذه الأمور تقدمها حبا لله وتقربا إلى الله عز وجل. نعم، هو ما حد يقدر يوصل لهذه المرتبة وهذا الشأن العظيم إلا الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما حد يقدر على الصبر والصلاة، صبر يقال إنه الصوم والصلاة، قد يرى أو يفهم من ظاهر الآية إنه هي هذه الصلاة العادية، هي صلاة خاشعة، فتشوفها ثقيلة على اللي لا يجدون لذة الاتصال مع الله عز وجل، لا يجدون لذة المناجاة، لذة التوجه إلى الله، بل إن البعض يعترض على أمر الله عز وجل بكل شيء. أنت ضربتي مثل بالنسبة للسيدة زينب سلام الله عليها، هم يحمدون الله ويشكرونه على كل شيء، على كل ما يقع عليهم من سراء وضراء، فنحن تعلمنا منهم أن نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إذن عند نزول أي شيء من المكروه نقول الحمد لله، فلا نعلم أين تكون المصلحة.
وهذا هذه الفقرة اللي وجهت هذا السائل اللي جاي يسأل بعض الأموال من الإمام سلام الله عليه، يوجهه الإمام إلى العبادة. الإمام أعلم بالنفوس، مرة يوجهه إلى العمل، مرة يوجهه إلى العبادة. لديه قصور في المسألة، في التوجه إلى الله، في الثقة بالله. يجي على الحاضر يطلب من الإمام، يريد فلوس، يشوف إيد الإمام ما تنقطع وتعطي للسائلين. نعم تعطي للمحتاجين، لأن الإمام يعلم أيهم محتاج وأيهم يحتاج إلى العمل وأيهم يحتاج إلى التوجه إلى الله عز وجل. يوجد قصور، فعلينا التمسك بهذه الأمور الثلاثة كي يزداد رزقنا. أن نتوجه إلى الله عز وجل ونتوكل عليه، أن نعمل بجد واجتهاد، وكذلك أن نتوسل بأئمة الهدى ونسألهم الشفاعة عند الله، وبذلك يكون قد قمنا بجميع الأمر. فإن أمسك فهذا المسك نحمد الله ونشكره عليه، لا يكون هنالك اعتراض عندما يكون دائما الحمد من قبل لله على كل الله. حال نعم الحمد لله. واحنا اكو ولعل الذي أبطأ عني، نقول خير فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليه. هذا علمنا اياه بالدعاء، فيفهمنا انه غلط بجهل نحن نعتب عندما يمنعنا الله. نعم، وانا حينما ضربت مثال السيدة زينب، الحب يعني اقصد الحب لله عز وجل. اكيد نعم. مشاهدينا صحيح بمكان. نعم مشاهدينا الكرام، الان انتقل بكم الى فقره اخرى، وهي فقره اوقات مستفرغه. ان شاء الله نتابع هذه الفقره ولنعود معكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم راح نتحدث عن الفراغ، أو ما يسمي البعض بوقت الفراغ. هذا الوقت الذي يعاني منه الكثير، ويعتبر هو مشكلة ومعاناة لدى الكثير. لكن لابد أن ندرك أن هذه الأوقات أو تسمى بأوقات الفراغ سوف تكون مشكلة حقيقية فيما لو تراكمت مع مرور الوقت. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ بمعنى أن حالة الفراغ سوف تكون في وقت من الأوقات مفسدة للإنسان، فيما لو لم يستثمرها بالتوقيتات الصحيحة، ولم يستثمر هذه التوقيتات بالأعمال المفيدة والنافعة. لذلك كثير من الناس الذين يعانون من الفراغ، نجد أن مشكلة هذا الفراغ هو عدم وجود الهدفية بالحياة. فحينما نريد أن نوقف هذا الفراغ ونحاول أن نخرج من حالة استفراغ الوقت إلى حالة امتلاء الوقت بالأعمال، لأن كثير من الناس يملي وقته، لكن يملي وقته أيضا بالأعمال غير النافعة، أو الأعمال اللي ما بيها جدوى، والأعمال اللي ما تضيف قيمة لهذا الوقت. لذلك احنا نتحدث اليوم عن شيء أوسع من موضوع القيمة، وإنما القيمة المضافة، أنه أنت يجب أن تضيف قيمة مضافة لهذا الوقت وهذا الزمن. الفراغ يا أحبائي هو مفسدة للإنسان. حينما ينكفئ الإنسان على نفسه ولا تكون لديه أهداف واضحة المعالم أو أهداف محددة بالحياة، سوف يعاني من مسألة الفراغ. فيجب علينا أولا أن نعطي لأنفسنا حالة من التفكير أن هذه الحياة مثل ما يعبر عنها الشاعر أيضا، إن الحياة دقائق وثواني، فلابد من استثمار كل دقيقة وكل ثانية لأنها من أعمارنا. فلذلك يقولون احرص على عمرك وحياتك ووقتك كحرصك على الدرهم والدينار. فحينما نملي أوقات فراغنا بالأعمال النافعة والقراءة النافعة والرياضة النافعة والتواصل النافع وكذلك اكتساب المهارات النافعة، هنا سوف لا يبقى شيء في حياتنا اسمه الفراغ. فلذلك يقولون يأتي أحدهم يوم القيامة وتعرض أمامه ثلاث صناديق، صندوق الأول فيه أعمال الحسنة، الصندوق الثاني فيه أعمال السيئة، والصندوق الثالث فيه فارغ. فيسأل ما سبب فراغ هذا الصندوق؟ هذه الأعمال الحسنة عرفناها، الأعمال السيئة أيضا عرفناها، شنو مسألة الصندوق الفارغ؟ فيقولون لا، أنه هذه أوقات فراغك، أوقات فراغك اللي ما استثمرتها بالشكل الصحيح، ولا استثمرتها بالعمل الصحيح، ولا بالتطبيقات الصحيحة اللي ممكن أن ترفع من مقامك وترفع من مستواك. لذلك نجد كثير من الناس لا يمتلك هواية، لا يمتلك مهارة، لا يمتلك صنعة، لا يمتلك حرفة، ويقول لك أنه أنا ما عندي الوقت الكافي. لو ذهبنا إلى موضوع جدا هام وأساسي
في إدارة الوقت يسمى بتحليل الوقت، أنه هذه الخطوة الأولى للوقوف بوجه مفردة الفراغ أو الأوقات الفارغة، وهو أن نحلل كل ساعة من ساعات حياتنا. نبدأ صباحا نحلل من 8 إلى 9، من 9 إلى 10، ونحاول نشوف أوقاتنا وين جاي تذهب، أوقاتنا شنو اللي جاي نقدم به، ما هي الأعمال اللي جاي نقدمها في هذه الأوقات، هل هنالك أعمال قوية، هل هنالك أعمال مرتكزة، هل هنالك أعمال عميقة تملي هذا الفراغ. لذلك كثير من الناس أيضا يعاني أنه يقول لك أنا أعمل لأجل العمل فقط، بدون التركيز على الأعمال العميقة، بدون التركيز على الأعمال اللي بيها جدوائية وبيها نفع وبيها أيضا فائدة على المستوى الحاضر وحتى على المستوى المستقبل. لذلك مسألة الفراغ مسألة مهم أنه نقف في وجهها، لأنها هذه المسألة هي التي توجد حالة التسويف، حالة المماطلة، حالة التأجيل، حالة التراخي في داخل الإنسان، وكذلك حالة النوم اللي أيضا يأخذ جزء كبير من أوقاتنا، اللي إحنا لابد أن نأخذ اليوم ونعيد بنظر الاعتبار مسألة تعاملنا مع الوقت، ولا سيما عملية الفراغ، عملية أوقات الفراغ. بصراحة لا يوجد شيء اسمه أوقات فراغ، فالإنسان المؤمن، الإنسان الذي يمتلك هدفية ويمتلك رؤية في الحياة ويمتلك مهمة ورسالة بالحياة، ماكو شيء اسمه عنده أوقات فراغ، فكل أوقاته بركة، وكل أوقاته عمل، وكل أوقاته نشاط. نعم توجد هنالك أوقات أنه الإنسان يسترخي، إنسان يرتاح، إنسان يستجم، أوقات مع العائلة، مع الأصدقاء، لنفسك، للترفيه، نعم هذه الأوقات موجودة، لكن يجب أن تنظم وتدار بشكل صحيح. شكراً للأستاذ عماد الفهد مدرب التنمية البشرية بما وضحه من أهمية استغلال واستثمار وقت الفراغ. طبعاً مسألة وقت الفراغ، المؤمن كما أسلفنا ذكر عن أهل البيت سلام الله عليهم بأنه لا يوجد لديه فراغ، لا يوجد شيء اسمه وقت فراغ، من استوى يومه فهو مغبون، يعني دائماً يكون بعمل مستمر، بسعي مستمر، سعي يجمع خير الدنيا والآخرة، فالدنيا حرث للآخرة، وإذا قل هذا السعي وتنازل فيكون مغبونا، وأحيانا يكون ملعونا، فيما لو كان التنازل نحو الجهة السلبية بأنه يتنازل نحو الفشل، الفشل في العمل، الفشل في الدراسة، الفشل ما بينه وبين الله، يعني من الإصلاح يتحول إلى الفساد، من الالتزام يتحول إلى التضييع وإلى التسويف ويسوف نفسه. فهنالك الكثير ممن يسوفون أعمارهم، يقول سوف أندم، سوف أستغفر، سوف أتوب، سوف أعمل العمل الكذائي، يبقى يسوف ويؤمل نفسه وأجله عنه مخفي، فكيف يسوف وهو لا يدري أي يدرك ذلك اليوم أم لا؟ نعم، ويعني شخص دائما اللي مثلا تارك الدراسة وعنده أوقات فراغ، يعني حتى يحس بحالات اكتئاب يصير عنده، يشوفين ينام هواي، يكون منعزل، يصير نوع من العزلة يعني بعض الأحيان، أو مثلا يقضي وقته أمام جهاز الهاتف، فهذا من الأمور الغير صحيحة. حتى وإن أنه أنت كنت يعني تارك دراستك، شوف لك مثلا شيء تستثمر به، أحيانا يكون هناك دروس عبر وسائل الاتصال يعني عبر الإنترنت، يكون هناك دورات تدريبية، شغلي نفسك في مهارة يعني أو حرفة داخل البيت تعملين بها، إذا كان عندك مثلا إخوان أصغر منك حاول تدرسيهم. فيعني هذه الأمور لابد أنه نستثمرها يعني بأوقات حياتية، أيضا نسجين شغل، وأيضا أنه ما يكون عندك وقت فراغ. وكذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني نحن دائما نذكر في كل شيء واضعين أحاديث، وكذلك يستشهدون بالقرآن الكريم، فكل شخص علينا حق
الزوج إلى حق، الطفل إلى حق، التربية إلها حق، الوالدين إلهم حق، إمام زمانك إلى حق عليك، كل شيء لازم إنه إحنا نوفيه ونرتب وقتنا على أساس يومنا اللي موجودين به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق دائما وأبدا لما يحب ويرضى إن شاء الله. طبعا ودائما أكو شغلة مهمة بمسألة الفراغ، لما تشوفين أكو لود على شخص دائما أفراد عائلته يكونون عندهم فراغ، يصيرون اعتمادهم أولويات. أحسنتي، يصير اعتمادهم على هذا الشخص. حتى بالدوائر يكون أكو لود، أكو ضغط على موظف، يكون البقية في فراغ، وهذا غلط. لازم كل من تتقسم الأدوار وتتقسم الأعمال ويكونون جميعهم في شغل. وأحيانا هم شخص أنفسهم هذول اللي ما عندهم أعمال، هم يتعمدون إنه مثلا ما يقومون بالشغل يعني على آخر حباية مثل ما يقولون، يعني ما يكمل شغله على أتم وجهه بما يرضي الله عز وجل. فحتى شنو، حتى هذه المهام والمسؤوليات تتحول من عنده. نعم، يعني يتعمدون إنه يعمل. هذا مخطط إبليسي حقيقة، هذا من المكر. نعم، أعدنا الله. الدوار أنا أتحدث عن مثلا الشغل اللي يصير داخل البيت ومثلا يخرب حتى بعد لا يصخروا بالضرب. أي نعم، طبعا مسألة أوقات الفراغ والفراغ، كل ما إنسان يلقى في فراغ عنده في يومه خلي يتذكر أنه في قبره راح يتحسر على هذا الفراغ. ولكي نكون من الممهدين لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ينبغي أن لا يكون لدينا فراغ، وأن نكون في شغل شاغل في مسألة أمر الإمام المهدي وكيفية التمهيد لظهوره الشريف. للحديث عن هذا الموضوع ننتقل وإياكم في قافلة الممهدين، جعلنا الله وإياكم من الممهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالمهدي أغثنا. الآن نقف على إجابة سؤال مهم جدا، كيف لنا أن نستغيث بالإمام المهدي؟ ما عن الغوث؟ هذا المدد، هذه النصرة الإلهية للعبد، كم هي جميلة، كم جميل أن يكون العبد مستغيثا بالله تبارك وتعالى، متكلاً على الله، مستغيثاً بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الآن هذه الاستغاثة ما هي شرائطها؟ ما هي مقوماتها؟ مر الإنسان غرقان لكن ما عنده صوت، ما يعرف يحكي، ما يعرف يصيح، إيش ما راح يستغيث ويأشر، ما حد يسمع. مر الإنسان عنده مشكلة بس ما عنده رصيد بتليفونه وما عنده شحن بتليفونه، ما ممكن يتصل بي. نحتاج إلى تقدير الموقف ونقول أنه كل مواقفنا تتطلب استغاثة للمدد المهدوي، سواء المواقف البسيطة أو المواقف الكبيرة، يعني الكبيرة، على اعتبار أن نحن في كل موقف يجب أن نكون مع الله في الشدة والرخاء. ندعو الله تبارك وتعالى، نتوجه إلى الله بذلك الذي سيشفي جراح الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها صلوات الله عليها. نستغيث بالله، نستغيث بالإمام المهدي في كل شيء. النقطة الأخرى، نعرف كيف نستغيث ومتى نستغيث. لا أقصد متى تقدير الموقف، كل موقف نستغيث فيها، لكن جميل أن تكون الاستغاثة قبيل الصلاة، بعد الصلاة، أثناء الصلاة، بين صلواتنا أقصد. جميل جدا أن تكون هذه الاستغاثة بمولانا صاحب الأمر، يا إمامي أغثني، يا إمامي أغثني، ساعدني. لا يمكن أن تنحصر الاستغاثة، يعني يسمع الله فقط الاستغاثة باللهجة الفصيحة، باللغة العربية الفصيحة وبالحركات، لا لا، الله يسمع ذلك الصوت، صوت القلوب. وصاحب الأمر يغيث كل ملهوف، وهو غياث، وهو غوث من السماء يساعد كل محتاج. هذه نقطة، كيف لنا أن نشحن الموبايل الذي نتصل به لله عز وجل، نتصل مع الله عز وجل، كيف لنا أن نضع فيه الطاقة ونضع فيه الرصيد، وكيف لنا أن نكون مستخدمين لهذه الوسيلة، وسيلة الاتصال، بطريقة سليمة. الله عز وجل، لا أريد أن أبسط الأمور أو أتفلسف فيها، لكن الله يسمعنا. لكن هناك طرق، الطرق هي الدعاء، هذا الدعاء يكون مرة دعاء ذو طاقة، أقف في صلاتي،
ومرة يكون ذو طاقة وذو رصيد يمكنني من الاتكال على الله وهو الحسنات. أنا أقف في صلاتي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. فرجه فرجنا، كما أشار في روايات يعني كانت له إشارات إن يعني إن فرج الإمام الحجة هو فرج لكل شيعته. الغوث غوث الناس، هذا العمل الذي يقوم به الإمام الحجة آلاف آلاف المرات في كل لحظة بالقدرة الإلهية وبما مكنه الله تبارك وتعالى، أمر جميل جدا. وكم جميل أن يكون الإنسان قد رسمت البسمة على شفتيه ببركة غوث أتاه من الله ببركة صاحب الأمر جل الله تعالى فرجه الشريف على يديه المباركة. فعلينا أن نشخص الحالة وندفع ما يمنع بيننا وبين أن نشحن طاقة في الدعاء، دعاء الاستغاثة، ويعني نجمع نقاطا تمثل لنا الرصيد الذي نتواصل به في استغاثتنا. هذه علائم الاستغاثة بصاحب الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد وبحق هذه الأماكن الطاهرة التي للإمام المهدي بصمة وأثر فيها، إن شاء الله إن شاء الله نكون من المستغيثين بالاستغاثة المقبولة عند الله عز وجل وعند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وعند الإمام الحجة. أدركنا يا ابن فاطمة فقد تضافر الزمان علينا وكثر العدو، ونسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرجنا وفرجك إن شاء الله بالقريب العاجل، وإن شاء الله أن يمهد الله له خير الناصرين. ويمكن إحنا دائما نلتجئ إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الصغيرة وفي الكبيرة، في القيام وفي القعود، فهم الملتجأ وهم سفن النجاة اللي دائما نتمسك بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولما نحن مثلا نريد مساعدة من شخص قريب أو مثلا من والدة نقولها عليك بعزيز قلبك بس مثلا لبي لي هاي الحاجة، فإحنا لما نريد نطرق باب صاحب الزمان إحنا أولا خلينا نعرف هو شنو، نعرف أولا الإمام حق معرفته، نذكر إمامنا ندعو له حتى بالظروف السيئة أدعي له، لأن هو بشر أيضا، صحيح هو إمام معصوم لكن أيضا يتعرض اسم الله عليه إلى المرض، إلى يكون مرة مريض مرة يعني بعافيته أبعد الله عنه سائر الأمراض والعاهات، وإن شاء الله بينا ولا بي. فبهذه الحالة مثلا أنت تختنق من التراب تقول يا ربي اجعلها خفيفة على صاحب الزمان، فأنت من تذكر إمامك إمامك يذكرك، ولما تريد تتوسل بإمامك من أي الأبواب تطرقها؟ الأشخاص العزيزين على قلبه وهم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، مصيبة الزهراء اللي هي توجع قلبه، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اللي يبكي عليه صباحا ومساء وبدل الدموع دما، أقول لي عليك بجدك الحسين سيدي ومولاي أغثني. ومو بس المؤمنين اللي يغيثهم، حتى من غير من لو يمكن ما معتقدين بصاحب الزمان لما ينضنكون واحد من القصص اللي يعني شاف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، مثل ما تذكر بعض القصص من تشرفوا بلقاء الحجة، هو كان على غير مؤمن بمحمد وآل محمد يعني من العامة، فيقول أني أمي كانت شيعية، فيسمع أمه تذكر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وتقول إنه أكو إمام ثاني عشر غائب. ففي ذلك الوقت كان هو بقافلة وبتجارة، فهذه التجارة عافته وساروا ليلا، وهو ظل وحد بصحراء قاحلة، فقال خليني أجرب، فقال أدركني يا صاحب الزمان حتى وإن كان على غير ملة هو إمامك وإمامك رؤوف، وأدركه صاحب الزمان وطلعه من المأزق اللي نعم. هو بي. أحسنت يا أزهار. إذن إحنا سوظيفتنا أن نفكر بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولأن وسائل التواصل الآن هي الأمر السائد، الناس تتابعها أكثر من الفضائيات، وسائل التواصل بإمكاننا أن نكون جنود لصاحب الأمر، حتى لو كنت صغيرا أو قاصرا بوسعك أن تشتري كتابا يحمل فيه روايات تخص الإمام المهدي أو كيف تنصر الإمام المهدي من خلال نشر هذه الروايات، اكتبها بإيدك عبر الكيبورد، كل حرف أنت تكتب بها رواية لأهل البيت توصل علم أهل البيت للضعفاء، أنت بذلك ترتقي
إلى درجات العلماء والمجاهدين بين يدي صاحب الأمر، ولا تقصر بمسألة صلى الله عليه وآله أن تكتبها حرفيا، لا تكتب صاد ولا تكتب عين مقابل عليه الصلاة والسلام، اكتبها بيدك كاملة، بلغوا قد ما تقدرون واهجروا بالمواقع، المواقع المنحرفة واللي تريد تباعدكم عن دينكم. نحن اليوم نتحدث في حديثنا لهذا اليوم عن النشر الواعي في وسائل التواصل والتعامل الواعي في وسائل التواصل، وينضم معنا الدكتور هشام السياب الباحث والأكاديمي من النجف المشرفة. أهلا وسهلا بكم دكتور، مساكم الله بالخير والعافية. حياكم الله، طابت أوقاتكم خيرا وبركات ومسرات وطاعات. اليوم حديثنا عن وسائل التواصل والنشر الواعي والتعامل الواعي مع هذه الوسائل. ممكن تتحدثون أنه كيف إحنا نوعي أولادنا حتى يعون إلى أهمية كيفية التعامل بدقة مع هذه الوسائل، ويكون شخص مؤثر في هذه الوسائل لا متأثرا بسلبياتها؟ تفضلوا. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة قائمة إلى يوم الدين. أطيب التحايا لشخصكم ولكادر العمل الكريم المبدع في مكتبي النجف الأشرف وبغداد العزيزة، ومشاهدين الأعزاء في كل زمان ومكان. حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي الآن هي جزء من نظرية العولمة، وجزء من عالم العولمة، وجزء من تحول العالم بسبب ثورة التقنيات وثورة الاتصالات الإلكترونية. تحول العالم إلى قرية صغيرة، وتحول العالم بأكمله إلى مجتمع واحد متعارف متواصل، يستطيع كل مجتمع اليوم أن يطرح ثقافته وعقيدته ودينه أيضا. فبالتالي الإنسان المسلم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هو حقيقة في حالة من التبادل الثقافي، في حالة من الحوار الحضاري، في حالة من يعني التمازج الاجتماعي مع المجتمعات الأخرى والعقائد الأخرى والأفكار الأخرى. فبالتالي الإنسان المسلم، الإنسان الشيعي الموالي لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يجب أن يعرف جيدا أنه على مواقع التواصل الاجتماعي لعله يكون سفيرا لعقيدته، وسفيرا لدينه، وسفيرا لمذهبه، وسفيرا للحق، يستطيع أن يقدم فيه النموذج الأمثل والنموذج الصحيح. لأننا نعلم في قوانين علم النفس وعلم الاجتماع وفي قوانين التربية أن الكثير من العادات والقيم والأفكار والتقاليد تنتقل بالاكتساب، تنتقل بالاختلاط، تنتقل بالتمازج. الإعلام اليوم حقيقة هو ربما يعني السمة الغالبة في العصر، واليوم حتى الإعلام تأثيره أقوى من السلاح التقليدي، وبعض الحروب ربما تدار بالإعلام، ربما يعني تحسم بالإعلام. جزء كبير اليوم من الإعلام المجتمعي هي وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب وغير ذلك. حقيقة ما هي مهمة الإنسان المسلم في هذه المرحلة الخطيرة وفي هذه المرحلة المهمة؟ يعني عندما نقرأ دراسات المختصين اليوم يقول لك أنت الآن أمام الحذر، يجب أن تكون أمام يعني الخوف من مرحلة أمركة القيم نسبة إلى النموذج الأمريكي، أو محاولة تغريب عقلية الإنسان المسلم واقتلاعه من جذور العقائدية وجذور القيمية وجذور الأخلاقية. فبالتالي كيف يتصرف وكيف يتعامل مع هذا الـ يعني الخدمة التي تقدم له؟ نعم دكتور، طبعا لا شك اليوم لا يمكن اعتزال العالم الإلكتروني والعالم الافتراضي، ولا يمكن أن يعيش المسلم في عالم منعزل أو عالم متقوقع، أو ربما في يعني في قرية معزولة منغلقة على ذاتها. هذا الأمر لا يتطلبه منا ديننا الحنيف، لأن المعيار الذي وضعه الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، وهو يقول أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أحسنتم دكتور هشام، قوة المؤمن إذا كنت تسمعني حتى نستثمر وجودك يعني في، وهذا ما تعلمناه من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم عندما كانوا يحاورون أصحاب الثقافات والأفكار والعقائد، نعم، على أرضية صلبة وثقة عالية بالنفس واطلاع وإدراك معرفي وحضاري. نعم دكتور هشام، يعني حقيقة يعني لو لاحظ أنه الغرب لمن يأثرون نستخدم اليوم أي تطبيق من التطبيقات، نعم، يبدو أنه في البداية سوف يقول لنا هذه شو يعني هذه بنود التطبيق، هل توافق عليها؟ بالتأكيد نحن نضغط زر الموافقة
ننتقل إلى استخدام هذا التطبيق. أحسنت. في الإسلام الحنيف في المنظومة القرآنية هنالك أيضا بنود قرآنية كريمة. العفو نعم دكتور، احنا نسمعك بشكل واضح واحسنت بما تفضلتم. اليوم لما نستخدم وسائل الاتصال بشكل واعي، منهم من يعني يستخدم سياسه القطيع، يعني شو يشوف ينشر بدون ما يتاكد من هذا الكلام، وايضا نلاحظ الطرق الغربيه يمكن انه احنا نستفاد من عندها ولكن نطبقها ضمن قوانين ديننا الاسلامي الحنيف. شلون انه هم يتخذون الصوره أو الأشياء الألوان الجمالية حتى يأثرون بالمقابل. اليوم مدى استخدامنا مثلا لمسلسلات أو أفلام تنقل حقائق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حقيقة نشوفها هي لها أثر كبير على مجتمعنا، مثل على سبيل المثال مسلسل يوسف الصديق اللي كان إلى صدى واسع وحتى الأطفال والكبار يتأثرون به. إحنا اليوم شو من خلال هذه الطرق نبث رسالتنا المحمدية؟ تفضلوا. يعني تماما أتفق مع حضرتك فيما تفضلت به. اليوم الأعمال الفنية والدرامية هي جزء من القوة الناعمة التي تعمل على يعني تغيير يعني أنماط التفكير وأنماط السلوك ومحاولات يعني إقامة تكيف اجتماعي جديد قائم على القيم المادية أو القيم الإلحادية والعياذ بالله، أو القيم التي تريد أن تقتلع يعني جذور العقيدة من النفوس، وخاصة استهداف فئة الشباب وفئة المراهقين أو فئة الناس الذين هم في مراحلهم العمرية يفكرون بطريقة عاطفية أكثر مما هي طريقة يعني طريقة منطقية أو طريقة عقلانية. هذا الطرح جميل جدا. احنا عندما نلاحظ اليوم أن في يعني أنماط القوة الناعمة ومنها الأعمال الدرامية دائما تحاول أن تقدم لنا نماذج تعيش حالة من الانحرافات الأخلاقية والعياذ بالله، حالة من التمرد على الدين والقيم، حالة في عقوق الوالدين، حالة من الارتباطات خارج مؤسسة الزواج، حالة من يعني العنصر السلبي من المجتمع يقوم بأفعال لا أخلاقية، وبالتالي في نهاية هذا العمل يقدم على أنه إنسان ناجح أو إنسان متفوق أو إنسان يستطيع أن يقود المجتمع. هذا التكريس لنموذج العنف، نموذج الانحراف، نموذج التمرد على القيم الإلهية، نموذج التمرد على المنظومة الأخلاقية الاجتماعية، هذا الحقيقة لا يأتي من فراغ ولا يأتي من يعني من خيال محض، بقدر ما هي يعني أعمال كتبت بطريقة علمية ومنهجية، استخدمت فيها آليات ووسائل علم النفس وعلم الاجتماع والخطاب الإعلامي ومحاولة تغيير القيم الاجتماعية. هذه الأعمال يعني في الكواليس هنالك حقيقة عمل مؤسساتي منظم لمحاولة التأثير على الإنسان المسلم بشكل أساسي. جزاكم الله خير. نعود إلى التساؤل دكتور. اليوم ما هي البنود التي وضعها القرآن الكريم للإنسان المسلم لكي يتعامل مع هذه الهجمة الحضارية ومع هذا الغزو الفكري؟ في سورة المؤمنون نلاحظ أن من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضين. القرآن الكريم يقول أن من صفات المؤمن يعني الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون. لاحظوا لفظة الإعراض هي تأتي من الاعتراض الفكري والامتناع السلوكي. بالتالي أن نكون حذرين أن لا نخوض في لغو الكلام وأن يعني أن نذهب إلى المواضيع التافهة أو المواضيع السطحية أو المواضيع التي لا تخدم ديننا أو عقيدتنا. حتى في سورة المؤمنون عندما يتحدث عن شخصية الإنسان المؤمن الذين هم لفروجهم حافظون. يعني نلاحظ اليوم احنا الحشمة الستر يعني السلوك الأخلاقي السلوك الديني الحنيف هذا جزء. إذن دكتور هو الابتعاد عن كتاب الله وعن القيم والمبادئ الإسلامية الحقيقية، الابتعاد عن التربية الإسلامية سبب وقوعنا في بؤرة وفي شرك ما وضعه لنا أعداء الإسلام. شكرا جزيلا لجنابكم على حضوركم مشاركتكم مساهمتكم معنا. إن شاء الله نلتقي بكم وتكونون بضيافتنا في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا جنابكم. كل الشكر والامتنان، حياكم الله. طبعا الكلام اللي قاله في سورة المؤمنون، طبعا إحنا كل مشاكلنا كلها تنم بسبب ابتعادنا عن كتاب الله وعن القيم اللي جاءت السماوية، ابتعادنا عن رسول الله وما أوصى. أولى الانحرافات مخالفة النبي بوصيته وبوصيه، فجاءت أولى أنواع الفساد
وبدع الإنسان كل ما سلك الطريق وغار به ابتعد عن الحق أكثر، حتى وصلنا إلى زمن الإسلام لا يعرف فيه إلا اسمه. الإسلام الآن فقط اسم قليلين اللي هم ملتزمين بالأخلاق الإسلامية وبالقيم والمبادئ الإسلامية، وده يضطر هالقلة أن يماشي المجتمع بفساده. ده نضطر نرى بأعيننا، نعم لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده يصير هنالك شقاق، ومن خلال برامج التواصل بالذات ده يصير استهداف للقيم والمبادئ الإسلامية، الاستهداف للرموز الدينية، الاستهداف لرجال الدين والمراجع، التشكيك بهم، التشكيك بصدقهم. لذلك علينا أن نكون واعين، نعرف منو عدونا، شي يريد من عدنا عدونا، بأي شيء نتسلح ضد عدونا، وحتى نتسلح ضد عدونا نتسلح بكتاب الله وبعترة نبيه لا نخالفه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فإذا حضرت هذه المبادئ والقيم لما أمسك الجهاز راح أمسكها بورع، ما يكون بي خاص بيني وبين غريب، ما يكون بي منشور فاسد أو منشور منحرف أو منشور أشارك بي يكون بي غلط، ما يكون بي فضح وهتك للأعراض، ما يكون بي فضح للمؤمنين، ما يكون بي تشهير ما أكون مشارك بي أصلا. الآن ما يحدث يا أزهار في وسائل التواصل، فجأة تنتشر مقاطع للتنكيل بشخصية معينة، وهذه الأمور مدروسة من أجل الابتعاد عن الأمور السياسية اللي دا تحدث. هنالك أمور دا تحدث، مخططات للقحط بالبلد من أجل خلق الفقر والقحط في البلد حتى الناس تستغفل يلهوهم بمسائل. فهنا على الإنسان أن يكون واعي ضد ما ينشر للأسف. يعني أدركنا الوقت. نعم أدركنا الوقت، وإن شاء الله نكون دائما مدركين لما نقوم وما نفعل، ودائما نخلي ذكر الله عز وجل دائما في بالنا بكل أعمالنا، حتى نعرف أنه شنو مثل ما ذكرت أنه السمع والبصر والفؤاد كل هذا إحنا مسؤولين عليه إن شاء الله يوم القيامة. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، شكرا من ساهم بإنجاح هذه الحلقة، شكرا لله عز وجل، وشكرا على المتابعة. نترككم في رعاية المولى عز وجل ورعاية مولانا صاحب العصر والزمان. شكرا لك ابتهاج. شكرا لك يا أزهار، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.